على العكس من الدراسات السابقة، جاءت أحدث دراسة أمريكية لتؤكد على أن تناول المزيد من الوجبات الغذائية يعني صحة أفضل ووزنا أقل، وبالتالي القليل من السعرات الحرارية. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد لبرنامج إخباريات الذي نقدمه لكم من مدينة نيويورك. أجمعت الكثير من الدراسات الأمريكية والدولية على أن الغذاء الصحي قد يساعد في منع الإصابة بالكثير من الأمراض التي قد تصيب الجسم البشري، خاصة تلك المرتبطة بالانسداد الرئوي المزمن المسؤولة عن الإصابة بالأمراض التنفسية، بالإضافة للعديد من الأمراض المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب وغيرها. لكن أحدث دراسة طبية أمريكية ذهبت إلى أبعد من ذلك وجاءت بنتائج مغايرة لما كان يعتقده الكثير من الباحثين. بالنسبة للناس اللي بتاكل أكلات صغيرة كذا مرة في اليوم، بيسرعوا المعدل الأيدي عندهم في الجسم. فيعني إيه المعدل الأيدي؟ اللي هو معدل حرق السعرات. فكل ما الناس بتفتكر ان لما ما بتاكلش وقت طويل وتاكل مره واحده دي حاجه كويسه للجسم، وده طبعا مش صحيح، لان انت لما ما بتاكلش وقت طويل الجهاز الهضمي نفسه بياخد راحه، فالجسم بيبعت رسائل للمخ فبيقول له انه ما فيش اكل يعني تقريبا، فبيقول له خلاص ما تشتغلش نام، فما فيش معدل حرق عالي. فقد أظهرت دراسة حديثة أجريت مؤخرا على أن الأشخاص البالغين الذين يتناولون وجبات صغيرة وبشكل متكرر كل يوم يميلون لاستهلاك نوعية طعام أفضل ويتمتعون بوزن أقل عما يأكلون وجبات أقل وأكبر. Nutritional science has made exponential advances in recent years, and now we know, for, you know, now we can say to people with real scientific support, you don't have to have a heart attack, you don't have to have a stroke. You don't have to get demented when you get older. We can win the war on cancer. We've gone down the wrong path in, you know, the history of nutrition over the last 50 years, but now we're getting it together. So the point is, what makes, it's not that different from the science in the old book, but more advances in science have made the data very conclusive and not controversial. وأكد الباحثون على أن الأشخاص الذين يتناولون عددا أقل من الوجبات يميلون لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل مصحوبا بمشروبات غازية تساهم في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم، وهو مقياس الوزن نسبة إلى الطول. معظم الناس اللي بتاكل أكلة بالليل اللي هي بتبقى الأكلة الكبيرة، الناس بتبقى معظم الشغل في اليوم كله، خاصة في بلاد زي اللي احنا موجودين فيها هنا، بيرجعوا بيبقى الدينر او العشاء ديت هو الوجبة الاساسية، فبياكلوا اكلة جامدة جدا وياخدوا معها صودا وحاجات من دي. الحاجات ديت ما بتتهضمش بشكل سريع وما بتتهضمش بشكل صح، فبيقولوا يعني اكلة بالليل ديت هي اللي بتقعد في الجسم لانه ما فيش حركة من بعدها. وجاءت النتائج التي خلصت بها الدراسة التي أجرتها كلية الطب في جامعة نورث ويسترن في شيكاغو لتؤكد على أن تناول الطعام بشكل متكرر يبعد الجوع، ولهذا لا ينتهي الأمر بالتهام كل ما تقع عليه الأعين في وقت لاحق، وبالتالي يرجح أن تكون الأطعمة التي يتناولها الشخص ذات فوائد صحية أكبر. New science shows that if we eat too many animal products, the increased protein, concentrated protein, raises a hormone called IGF-1. That can promote breast cancer, prostate cancer, and the bacteria in the digestive tract change in response to either a meat-based or a sugar-based diet. Too much sweets, too much meat in your diet, you grow certain bacteria that actually create inflammation and weight gain and promote heart disease. So there's a whole bunch of different mechanisms via which an excellent diet promotes health, and you could say a suboptimal diet promotes disease. وتوصل الباحثون لهذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 2300 شخص من دراسة سابقة أجريت بين عامي 96 و99، حيث أظهرت البيانات أن المشاركين في الدراسة الذين كانوا يتناولون الطعام أقل من 4 مرات خلال 24 ساعة استهلكوا ما معدله 472 سعرا حراريا. طول ما أنت بتاكل حاجات صغيرة في فترات متباعدة من اليوم بشكل مستمر، الجهاز الهضمي شغال بشكل مستمر، معدل الاي دي بيزيد. هي الفرق بين الانسان النحيف والانسان البدين او الثمين، انه ان النحيف المعدل الاي دي عنده زياده، فبيحرق كل اللي بياكله. يعني مشهور جدا قوي قصه ان تلاقي واحد رفيع ويقول لك انت ازاي بتاكل الاكل ده كله، انت ده واحد رفيع بس بياكل كتير جدا، بس هو بياكل ايه؟ بياكل نوعيه معينه من الاكل وبياكلها على فترات، ما بياكلهاش مره واحده، فجسمه بيقعد يحرق يحرق يحرق، فبيقدر يحرق سعرات اكتر فبيبانش عليه البدن.
فيما أكدت النتائج على أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام 6 مرات أو أكثر خلال ذات الفترة الزمنية استهلكوا ما معدله 2129 سعراً حرارياً. Food also gives us those micronutrients that do not contain calories, vitamins, minerals, phytochemicals. And it's designing a diet style with a high micronutrient density, which means more nutritional bang per each caloric buck. Because we find that as a person increases their nutrient, the nutrient quality of their diet and the nutrient comprehensiveness of their diet, you have less hunger, less cravings, less drive to overeat, and of course, much better health. وأكدت الدراسة على أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية أكثر كانوا في الغالب يميلون إلى استهلاك أطعمة ذات سعرات حرارية أقل وقيمة غذائية أعلى، خاصة الخضروات والفواكه بأنواعها المختلفة. الدراسة وضحت أكتر أن في بيبقى جانب من الناس اللي هم السمان أنه بيأكلوا الحاجات دايما الخاطئة مش مغذية، يعني مش بالضرورة أنها مؤذية بس، لكن ما فيش جنبها حاجة تاني يعوض. فدايما الوجبة اللي بتبقى متكاملة لازم يبقى فيها فيتامينات، لازم يبقى فيها بروتين، لازم يبقى فيها جزء صغير من النشويات مش كبير. لكن احنا لو لاحظنا ان معظم الناس اللي بيبقوا بدينين يعني بيبقى معظم اكلهم 70% 80% منه نشويات والباقي حاجات تانية. هو المفروض يبقى العكس، المفروض يبقى 70% 80% فيتامينات وبروتين وال 20% بس نشويات. وقد سبق ذلك أن أكدت العديد من الدراسات والأبحاث على أن السعرات الحرارية هي العامل المباشر في زيادة الوزن أو إنقاصه. فزيادة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم أكثر عن الحد الطبيعي تجعله أكثر قابلية لزيادة الوزن. مهمة الدراسة دي طبعا وضحت أن إزاي الشخص العادي يبتدي ياخد باله من الأكل اللي بيأكله. ومش بس كده، أنا ما بقولش الناس اللي عايزة تأكل برجر يأكل برجر بس يأكله في الغداء، ما أكلوش في العشاء. العشاء مش هيلحق يتهضم ومش هيتهضم كويس وليه مشاكله كتير. وطبعا نحاول نخف من الحاجات اللي مع الأكل زي الصودا والحاجات اللي زي كده. اما نقص السعرات الحرارية التي تدخل للجسم عن الحد الطبيعي فسيؤدي ذلك الى دور ايجابي في التأثير على وزن الجسم، ذلك مرتبطا بكمية النشاط المبذول يوميا والحالة الصحية للشخص، كما أن العمر له عامل مباشر في التعامل مع السعرات الحرارية. ومع ذلك فقد عادت الدراسة التحذير من المخاطر المرتبطة بالعادات الخاطئة لتناول الطعام من حيث التوقيت والكمية والنوع، وهي التي قد تؤدي إلى المزيد من البدانة وبالتالي الأمراض المرتبطة بها. حسن أبوزيتون لبرنامج إخباريات نيويورك.